مشاهدين أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج العدد الأخير، جولة جديدة من العدد الأخير لأبرز العناوين واهتمامات الصحف الإسرائيلية الفلسطينية العربية والعالمية. نرحب معنا بالاستوديو بالأستاذ علي واكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط، وهذه هي العناوين التي اخترناها لكم. من الصحف الإسرائيلية صحيفة يسرائيل هيوم، أوسلو ربع قرن من السذاجة. ومن صحيفة يدعوت أخرونوت، لماذا لم يهدم بيت قاتل ابني حتى الآن. ومن الصحف الفلسطينية صحيفة الحياة الجديدة، ترامب يفقد الولايات المتحدة مكانتها كوسيط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن الصحف العربية صحيفة الدستور الأردنية، الملك القضية الفلسطينية والأونروا واللجوء السوري تتصدر مباحثات في عمومية الأمم المتحدة. أستاذ علي أهلا بك، ونبدأ من الصحف الإسرائيلية ومن صحيفة يسرائيل هيوم ومن أوسلو. 25 عاما على أوسلو، ربع قرن من السذاجة، هكذا تعنون يسرائيل هيوم هذا الخبر. نعم، إسرائيل هيوم صحيفة اليمين في إسرائيل، اليمين الذي يعارض اتفاقيات أوسلو والذي يعارض فكرة إنشاء كيان للفلسطينيين. يعتقدون أن أوسلو تماما كجزء من اليمين الفلسطيني، يعتقدون أن أوسلو هي كبرى الخطايا التي ارتكبتها القيادة الإسرائيلية منذ نشأة دولة إسرائيل. أمنون لورد أحد الكتاب الرئيسيين في الصحيفة يعنون ربع قرن من السذاجة، وهكذا ينظر اليمين في إسرائيل، أن مقابل أوسلو حصل الفلسطينيون على سلطة لهم وعلى سيطرة على مناطق كثيرة في الضفة الغربية، ولكن بالمقابل لم يمنحوا الإسرائيليين الأمن المنشود، ولم يعترفوا حتى الآن بيهودية الدولة. أيضا هناك نقاش لليمين الإسرائيلي ولأمنون لورد ولصحيفة إسرائيل هيوم مع الآليات التي شهدناها منذ ولادة أوسلو وحتى قبل ولادة أوسلو وحتى يومنا هذا. هم يعتقدون أن تعنت الرئيس الفلسطيني اليوم هو أحدى نتائج اتفاقيات أوسلو وآليات أوسلو. يريدون المزيد. نعم. إلى صحيفة يديعوت أخرونوت، لماذا لم يهدم بيت قاتل ابني حتى الآن؟ هذا ما قاله والد الجندي الذي قتل في مخيم الأمعري برام الله، وهو من وحدة دفدفان. نعم، وحدة النخبة الإسرائيلية ألقي عليه بحجر كبير أدى إلى مقتله، ويتساءل الأب حتى الآن لماذا لم يتم هدم المنزل. اللافت أن المخيم يقطن في منطقة أي، من غير السهل الجيش الإسرائيلي أن ينشط في هذه المنطقة، وهذا ولكن باعتقادي أن هذا يأتي في إطار الضغط على الحكومة الإسرائيلية بأن تعطي تعليماتها للجيش الإسرائيلي بهدم البيت. هناك في بعض الأوساط خاصة في اليمين الإسرائيلي التي تخشى من أن تحاول أن يحاول الجيش الإسرائيلي التملص من معاقبة الفلسطينيين في معاقبتهم على شاكلة هدم بيوتهم. قبل أيام كانت هناك عائلة مماثلة ثكلة إسرائيلية طالبت بإعدام قاتل ابنها. هذا من باب الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وهي حكومة يمين تتجاوب مع مطالب الشارع الفلسطيني. وأنا لن أتفاجأ إذا ما لم على خلفية هذا النداء إذا ما لم نرى عملية عسكرية واسعة تضع بخطر، لا أقول الفلسطينيون لأن لا يكترث الإسرائيلي بالفلسطيني، تضع بخطر جنود إسرائيليين فقط لأن تظهر الحكومة بمظهر أنها لبت رغبات هذا الأب واليمين الإسرائيلي. إلى صحيفة هآرتس، نتنياهو فهم التلميح وشق الطريق لتعيين رئيس الأركان ومفتش الشرطة. يعني تقرير في صحيفة هآرتس لمراسل الشؤون العسكرية يتطرق إلى الجدل الدائر حاليا حول تعيين مفتش عام للشرطة ورئيس هيئة أركان جديدين. نعم، هناك لجنة في إسرائيل، لجنة تعيين المسؤولين الكبار. هذه اللجنة تم الاشتباه بها بأنها تتشكل من غالبية أشخاص
لهم علاقة شخصية مباشرة مع رئيس الوزراء. مفتش الشرطة هو الذي في نهاية المطاف رأس الهرم الشرطي الذي يوصي النيابة العامة بتقديم أو عدم تقديم لائحة اتهام على سبيل المثال. هو الذي أعطى الضوء الأخضر للشرطة بتقديم توصيتها بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كان هناك شكوك أن بنيامين نتنياهو يحاول إدخال مقربيه إلى لجنة التعيينات لضمان هوية قائد الأركان وخاصة مفتش عام الشرطة، ربما للتملص من قضايا مستقبلية أو للفرار من القضايا الحالية. ولكن توجه بعض المؤسسات الحقوقية إلى محكمة العدل العليا ضد بعض الأشخاص في اللجنة للاشتباه بعلاقتهم القريبة من بنيامين نتنياهو أدت في نهاية المطاف إلى استقالة هؤلاء الأشخاص. وتقول الصحيفة بنيامين نتنياهو فهم الإشارة أوعز إلى مقربيه بأن يستقيلوا من هذه اللجنة، لأن الجميع ينتظر تعيين بديلا لأيزنكوت وتعيين رئيس أركان الجيش وتعيين بديل للشيخ مفتش عام الشرطة. بعد انسحاب مقربين نتنياهو من اللجنة فتحت الطريق أمام تعيين أشخاص مهنيين يعني يولون أهمية لهوية الشخص وليس لعلاقاته بنتنياهو. نعم علي، عودة إلى صحيفة إسرائيل هيوم، ضربة لحركة البي دي اس في الولايات المتحدة، معارضة الصهيونية تعد معاداة للسامية. يعني واشنطن تعرف قضية الرفض لإسرائيل من قبل هذه المنظمات باللاسامية. هذا هو الموقف الإسرائيلي التقليدي. إسرائيل كانت تقول أن حركات المقاطعة يعني تلبس ثوب المقاطعة السياسية، ولكن هذا في الظاهر، ولكن في الحقيقة في الجوهر هي حركات معادية لليهودية، أي معادية للاسامية. إحدى إنجازات البي دي اس حركات المقاطعة هو الزخم وتجاوب في الجامعات في الولايات المتحدة، الولايات المتحدة والتي تعتبر أكبر الدول الحاضنة لإسرائيل وللسياسة الإسرائيلية، حيث ينشط اللوبي اليهودي القوي. ولكن في الجامعات كان هناك حضور لجماعات المقاطعة وعلى رأسها البي دي اس. ولكن تعريف المقاطعة كجزء من اللاسامية، يعني لن أجد أي جامعة أو أي جسم مستعد أن يشتبه بأنه لا سامي ومعادي لليهودية وليس فقط معادي لسياسات إسرائيل. هذه التسمية القانونية الأمريكية تهدف إلى سحب البساط من تحت أقدام حركات المقاطعة والحركات المعادية لسياسات حكومة إسرائيل. إلى شأن آخر، لكن في صحيفة يدعوت أخرنوت، الحكم الثوري لاعتناق اليهودية. يعني حكم تاريخي يثير العاصفة. المحكمة المركزية تطالب الدولة بالاعتراف بعملية التهويد التي تتم على أيدي حاخامات غير معترف أو يعني من خارج الحاخامية الكبرى في إسرائيل. إذا كان التبشير هو جزء أساسي من الديانة المسيحية، وإذا كانت الدعوة إلى الإسلام هي جزء ركن أساسي في الإسلام، فإن اليهودية لا تبحث عن ضم المزيد من الأشخاص من خارج الديانة اليهودية إلى داخل اليهودية. ومعايير القبول لليهودية، اعتناق اليهودية حتى لمن ينتمون جزئيا إلى عائلات يهودية هي قاسية جدا، وتتبع فقط للحاخامية المعتمدة وهي الحاخامية الأرثوذكسية. ولكن بعض الأشخاص يشتكون من هذه المعايير القاسية الشبه مستحيلة في اعتناق اليهودية حسب العرف الأرثوذكسي اليهودي المتشدد، يتوجهون لمسالك أخرى كانت ترفضها حتى الآن الحاخامية. ولكن هذا الحكم للمحكمة في القدس الذي أوعز لوزارة الداخلية بتسجيل شخصا كشخص يهودي رغم أنه يعني اعتنق اليهودية ليس عن طريق الحاخامية والمسلك الأرثوذكسي وإنما بشكل مختلف خارج هذه المسالك، يعتبر بالفعل حكما ثوريا ربما انقلابيا على المؤسسة الدينية الحاكمة في إسرائيل. إلى هآرتس، 12 امرأة أدلين بشهادتهن بأن المتحدث باسم نتنياهو تحرش بهن جنسيا. ديفيد كيز المتهم. يعني من بين هؤلاء النساء علي مرشحة للكونغرس الأمريكي أو لمجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك.
نعم، مستشار لبنيامين نتنياهو يضاف هذا الاسم، يعني لا يمكن إلصاق كل خطيئة يكون بها مقربون نتنياهو برئيس الوزراء، ولكن هذا بطبيعة الحال يعني لا يسهم في تحسين صورة رئيس الوزراء، أن وهذا ليس المقرب الأول الذي يتهم بالتحرش الجنسي. ناتان إيشل كان من أقرب مقربيه واضطر للتنحي بسبب قضايا التحرش الجنسي. نعم، إلى الصحف الفلسطينية وتحديدا في صحيفة الحياة الجديدة، ترامب يفقد الولايات المتحدة مكانتها كوسيط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يعني تزامنا أو بالتزامن مع 25 عاما على أوسلو، الحياة الجديدة تختار هذا العنوان. نعم، هذا العنوان للحياة الجديدة يعني تستغل الصحف الفلسطينية الإعلام الفلسطيني الذكرى 25 لأوسلو لانتقاد السياسة الحالية للولايات المتحدة، ولا شك أن هذه السياسة تفرغ أوسلو من آخر ما توقع به من مضامين تحتوي على التبادلية والندية بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. ولكن إذا ما تطرقنا لأوسلو، يعني نرى أن الإعلام الفلسطيني يحاول تحجيم الإعلام الفلسطيني المقرب من السلطة الفلسطينية، يحاول تحجيم أوسلو وإبعاده عن أنظار الرأي العام الفلسطيني. نعم، إلى صحيفة الأيام، عشراوي: الإدارة الأمريكية تنفذ علنا سياسة لن تنفذها إسرائيل حتى وحدها. يعني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في ذات الموضوع في ذات الشأن عليه. نعم، واستمرار للنقد الفلسطيني، الانتقادات الفلسطينية ضد الإدارة الأمريكية، أيضا السيدة حنان عشراوي تستمر بالهجوم على الإدارة الأمريكية. هذا على ما يبدو ما تبقى للقيادة الفلسطينية أن تلقي باللائمة على الإدارة الأمريكية، تبعد عن نفسها أي مسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع الحالية. رغم أنها لم تحصل من الإدارات الأمريكية السابقة على شيء، يعني فترة انتقالية انتهت الأربع سنوات ولم تحصل بعدها من أي إدارة أمريكية سابقة على شيء. هناك إدارات متتالية، هناك قراءة يعني لا يخرجها الكثير من الفلسطينيين إلا علن، هناك قراءة فلسطينية حول مسار العملية السياسية من قبل القيادة الفلسطينية تجاه أوسلو ومحطات التفاوض الأخرى. إلى الأردن وفي صحيفة الدستور، الملك: القضية الفلسطينية والأونروا واللجوء السوري تتصدر مباحثاتي في عمومية الأمم المتحدة. عمومية الأمم المتحدة يعني الكثيرون يترقبونها، وخصوصا هناك الملك سيلقي خطابا، وأيضا خطاب ترامب بخصوص الأونروا. علي: نعم، خطاب ترامب لن يقتصر على الأونروا، ولكن بالنسبة للأردن كل ما يحاك ويحيط بالقضية الفلسطينية له علاقة مباشرة بالأوضاع داخل المملكة التي تأوي ملايين الفلسطينيين. صحيح أن الجزء الأكبر منهم يحمل الجنسيات الفلسطينية، ولكن وقف الدعم المالي خاصة لوكالة غوث اللاجئين مع تحمل الأردن أعباء، هو يتحدث عن اللجوء السوري، ولكن قبل اللجوء السوري كان هناك اللجوء العراقي إلى الأردن. نحن يعني الإشكاليات بالنسبة للأردن واضحة من تداعيات سياسة ترامب. محمد، إلى صحيفة الحياة الجديدة وإلى العراق، اشتباك أمريكي إيراني في العراق وعشرات الأجانب يغادرون. يعني الحديث عن اتفاق غير مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، أو يجمعون باتفاق من غير اتفاق مباشر على الحكومة المقبلة، الحكومة العراقية، وعلى الأرض هناك اقتتال. نعم، الاقتتال تهدف منه الولايات المتحدة بأن لا يتم الحاق الضرر بالمصالح الأمريكية خلال الاحتجاجات الدائرة في العراق، الاحتجاجات التي استهدفت أيضا القنصلية الإيرانية في البصرة. تريد الولايات المتحدة أن تنأى إيران عن مصالح ومقرات الولايات المتحدة من ناحية، ومحاولة تذليل العقبات حول هوية الحكومة العراقية ومن سيترأس، لأنه من الواضح أن هناك كتلتان، كتلة تريد الاستمرار بالولاء لإيران، وكتلة تريد علاقات مبنية أكثر على التبادلية والاحترام مع إيران. من العراق إلى اليمن وفي صحيفة الثورة، وزارة الدفاع: عشرات القتلى والجرحى وتدمير 16 آلية بكسر أكبر زحف للعدوان شمال شرق مطار
الحديدة. هنا يعني يطلقون قوات العدوان، يقصدون بقوات التحالف بقيادة السعودية. الثورة المقربة من جماعة أنصار الله تتحدث عن كسر للزحف للتحالف العربي وقوات الشرعية. بطبيعة الحال في الإعلام السعودي والإعلام الرسمي اليمني نتحدث عن اختراق لخطوط الحوثيين في الحديدة. معركة استراتيجية ستؤثر على سير الأمور ميدانيا بلا شك، معركة الحديدة. محمد، نعود إلى أوسلو لكن في صحيفة أمريكية The نيويورك تايمز ونختم بها علي. بعد 25 عاما من المصافحة، السلام في الشرق الأوسط يبدو أبعد من أي وقت مضى. يعني المصافحة بين أبو عمار وبين رابين 25 عاما مضت عليها، وهنا لا تفاؤل لا أمل. نعم، أيضا نيويورك تايمز يعني الصحيفة الأمريكية ربما الأهم تولي اهتمام للذكرى 25 وتبدي قصة من الواقعية في التعاطي مع أوسلو بعيدا عن الشعارات والأمال التي قد تطبق أو لا تطبق. نعم، هي فقط تذكر الواقع. نعم، أن الأمل أكبر ما يكون. نعم، أنه بعيدا حاليا. الأستاذ علي واكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج العدد الأخير. إلى اللقاء.